وللحديث أكثر عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في كردستان العراق بعد مرور 6 سنوات على استفتاء الانفصال، ينضم إلينا عبر سكايب من أربيل الباحث والمحلل السياسي العراقي السيد كاظم ياور. مرحبا بك معنا. حياكم الله، أهلا وسهلا، مرحبا. بعد 6 سنوات إذن من استفتاء الانفصال، أين ما يسمى بالعراق الفيدرالي الذي اتفق عليه شركاء العملية السياسية بعد 2003؟ نعم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة، وحييكم وحيي السادة مشاهديكم الكرام. طبعا أيا كانت وصف الاستفتاء التي جرى في إقليم كردستان العراق وأسبابها وتداعياتها، ومضي أكثر من 6 سنوات بمشاكل جدا كبيرة أعقب إجراء هذا الاستفتاء، ولكن ما يهمنا هل أن العراق وحكومة إقليم كردستان العراق بعد أن قامت إقليم كردستان العراق بالموافقة وكذلك بالقبول بما ورد من قرارات من المحكمة الاتحادية في حينها بأن العراق وحدة واحدة وإذعان إلى الفقرة الثانية أو الثالثة من الدستور العراقي بهذا الشأن، ولكن كل هذه ما ذكرته يعني لم تؤدي بالرجوع إلى النظام الفيدرالي الصحيح الذي هو مفروض اتفق عليه أطراف المعارضة السياسية آنذاك في 2003 و2005 في كتابة الدستور العراقي. والدليل أن ربما ما كان قبل الاستفتاء من المشاكل، ما بعد الاستفتاء لم تحل هذه المشاكل التي كانت قائمة. والفاعل السياسي في إقليم كردستان العراق عندما عبر بالاستفتاء نتيجة لهذه الأسباب التي كان يذكرها، لا يقوم الحكومة الاتحادية بمعالجتها. فاليوم أسباب تضاعفت، وليس هناك اليوم المطالبة بإجراء استفتاء أخرى أو إلى آخره، بل هناك حالة توافق سياسي يريدها إقليم كردستان العراق، يريد العودة إلى تطبيق الدستور ما ورد في الدستور العراقي. ولكن قوة المركز وتضاعف وسائل عوامل يعني الحكم بيد المركز يجعل من المركز يعني خاصة الحكومة الاتحادية أن يسيطر على مقاليد البلاد بشكل الكامل، وينسف عمليا ما ورد في الدستور العراقي بأن نظام الحكم في العراق يقوم على أساس الفيدرالية. فلم تبقى من الأمور الاقتصادية وأمور العسكرية وكذلك أمور السياسية، كل هذه الملفات أصبحت يوميا يتمركز بيد الحكومة الاتحادية في المركز. فإذا هذه الملفات، بأن هذه التجربة التي بشر بها الأمريكان ليست تجربة ناجحة بشكل أو بآخر؟ يعني أمريكان لم يبشروا فقط بإقليم كردستان العراق، أمريكان بشروا بكل العراق، بعراق الجديد ما بعد 2003، أنه سوف يكون عراقا ديمقراطيا يحتذى بها في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. ولكن النتائج مع الأسف الشديد الكل يذعن ويعترف بهذه الأمور، أن العراق سياسيا واقتصاديا يعني وقد مرت على البلاد أكثر من 20 سنة، 20 سنة يعني في عمر البلاد شيء كبير وكثير، ولكن العراق بعد لم في هم ينشرون الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات الأمريكية أو غربية عندما ينشرون العراق في مصافي الدول الديمقراطية يكون تسلسله في الأخير، وعندما يأتون إلى فساد المالي أو الإداري بحسب منظمات الأمريكية والمنظمات البريطانية وأوروبية
يأتي عراق بدرجة الأولى أو الثانية في الفساد. إذا أين معايير هم من وضعوها؟ من هم من بشروا بها؟ ولكن وكذلك منظماتهم يعني يصنف العراق في هذه الدرجات الدنيا في الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبدرجات الأولى في الفساد وكذلك اختلال النظام السياسي في العراق. ما العلاقة سيد كاظم بين الأزمات الاقتصادية التي تحدث في كردستان وعلاقة الحزبين الحاكمين في أربيل بأحزاب الإطار التنسيقي؟ طبعا بالنسبة لأحزاب الإطار التنسيقي وعلاقتها بالأحزاب الكردية، هي علاقة قائمة على مصالح السياسية. منذ 2005 كانت هناك، عندما كانت هناك جبهة موحدة كردستانية، كذلك كان هناك يعني تقريبا جبهة موحدة إذا صح التعبير الشيعية، فكان هناك يعني تحالف جدا كبير في العراق يقودون العملية السياسية في العراق، وتوزع المناصب السيادية في العراق لرئاسة الوزراء للشيعة بدافع وبقوة الأكراد، وعندما أسند رئاسة الجمهورية إلى الكرد بدافع وبقوة أحزاب الشيعية في العراق. ولكن سرعان معادلة القوة والعددية في برلمان العراق استفاد منها اللاعب الأحزاب الشيعية في هذا المجال، يعني وعندما أصبح هناك تفرقة ما بين الأحزاب الكردستانية، فتم استقطاب بعض الأحزاب يعني قريبة في ربما في رؤى سياسية لبعض الأحزاب الإطار التنسيقي أو أحزاب الشيعية، فأصبحوا قريبين من الأحزاب الأخرى، فأصبح هذا الحزب ينافس حزب الآخر في بغداد على المناصب رئاسة الجمهورية، منصب نائب رئيس البرلمان وإلى آخره. فإذا أصبحت المناصب هي هدف الأحزاب وليس قوت الشعب وليس الديمقراطية وليس حقوق الإنسان وإلى آخره. كل هذه الأمور تم نسيانها، ابتعاد عنها نتيجة هذه الصراعات. وأخيرا ما وصلنا إلى الحالة الاقتصادية، واليوم نرى أن حتى المكون الكردي في برلمان العراقي عندما صوتوا على الموازنة الاتحادية قبل أعوام كانوا يتفقون على هذا الجزئية الاقتصاد ملف الاقتصادي، ولكن في هذه الدورة هم يعني مختلفون حتى على هذه الملف. قوت الشعب كانوا مختلفين غير منسجمين. سيد كاظم معذرة للمقاطعة، وصلت الفكرة. البعض يعتقد بأن ما يحدث هو جزء من عقوبات بين قوسين تجاه يعني كردستان، تجاه الشعب الكردي، سميها ما شئت، وهي مرتبطة بمزاج كما قلنا وبإرادة الأحزاب الحاكمة والميليشيات الحاكمة. هل تعتقد ذلك؟ طبعا كما ذكرنا أن السياسة هي عوامل المصالح التي يعني يحركها هنا وهناك، والعامل الخارجي مصالح الدول في العراق يعني جدا كبيرة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وجارة إيران. فعندما أحزاب معينة حاكمة في أربيل عندما يقترب جدا من مصالحها مع الولايات المتحدة الأمريكية، إيران تشعر أن مصالحها في العراق في خطر في كذا، تجاه أن وجود الأمريكي في العراق واقتراب الأمريكان خاصة مع يعني مع أحزاب الكردية لديهم علاقات قديمة ومتجددة وإلى آخره. فهنا تصبح هناك أكيد يعني إجراءات وأمور تأتي بشكل يعني عقوبات، سواء كانت اقتصادية أو سياسية من قبل الحكومة المركزية أو حتى من قبل دول الجوار كإيران، وهذا الشيء واضح
العيان لا شكرا لك. يحتاج إلى تأويل وتفسير. شكرا لك أستاذ كاظم ياور، الباحث من والكاتب السياسي من أربيل عبر سكايب. شكرا.